أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعى مرسوما ملكيا ساميا شاملا بالعفو عن 457 محكوما وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم ويعكس العفو الملكي السامي حرصا كريما من جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيج الاجتماعي كما يؤكد بواجب الالتزام بمبادئ العداله وسياده القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبه من جانب والظروف الانسانيه والاجتماعيه للمحكوم عليهم من جانب اخر بالاضافه الى اتاحه فرصه الاندماج الايجابي في المجتمع على نحو من شانه اعلاء قيم ومعايير حقوق الانسان وبما يتفق ومنهج مملكه البحرين وثقلها الاقليمي. في هذا الخصوص